انت خفت مين؟ السيسي. مش هينفع فتح السيسي. السيسي. السيسي طبعا. السيسي هنتخب السيسي. هنتخب فريق السيسي، المشير السيسي. انا انتخبت السيسي. عشان هو بالنسبة لي انا بطل قومي. ان هو ادى قراره وعزل مرسي. ان شاء الله هو اللي هيصلح حال البلد. هو بصراحة ربنا اللي شايفين منه كده ان هو كويس هيعدلنا. انها عشان يبقى فيه امان في البلد، عشان البلد وتستقر وتبقى كويسه، واحنا لاجل كده لقيناه عاقل وكويس ومحترم، لاجل كده انتخبناه. حمل مسؤوليه وهو وزير دفاع، يبقى ده جزاته ان هو يتحمل المسؤوليه يكمل المشوار عشان البلد تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله، عشان الامن والامان. راجل دولة، راجل محترم، راجل حافظ أكبر مؤسسة الجيش عندنا. فما دام محفوظة بإذن الله هيحفظ مصر على إيده بإذن واحد أحد إن شاء الله. عشان مصر، بحب بلدي وبحب مصر، عشان الأجيال اللي جاية بعد مننا، عشان تعيش في أمان وسلام. بس يا ابني، بس ده السبب، مش عايزين حاجة من الدنيا أكتر من كده. ينصر مصر، وعشان أولادنا وأولاد ولادنا يعيشوا في أمان وسلام. لا، راجل كويس، راجل كويس. وبعدين ده عسكري هيخاف على البلد، هيخاف على البلد السيسي ده.